السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مشاهدينا الكرام في كل مكان، أهلا وسهلا بكم معنا في مجلس جديد من مجالس العلم بصحبة نخبة من العلماء والأكاديميين والدعاة والباحثين. نقدم لكم عددا من العلوم الشرعية التي تقدمها لكم شاشة قناة ندى هدية للأمة الإسلامية. يوميا عدد من الدعاة والأكاديميين يقدمون لكم بعض العلوم الشرعية، كما يتم أيضا رفع هذه المحاضرات على موقع القناة عبر يوتيوب. فمن لم يتمكن من المتابعة من المجلس الأول أو من الحلقة الأولى سيجد جميع المجالس مرفوعة على موقع القناة على اليوتيوب بإذن الله سبحانه وتعالى. نشرف ونسعد دائما في هذا القسم من هذه المجالس، قسم الحديث النبوي الشريف بأحد أعلام الحديث فضيلة الشيخ محمد مصطفى أبي بسطام. يا مرحبا يا شيخ محمد. رضي الله عنكم دكتور، نورتنا وشرفتنا. أكرمكم الله شيخنا. الله يحفظك. ولكني لست كما ذكرت يعني رجل مسيكين، محب فقط للعلم وأهلي. ربنا يحفظك شيخ محمد، زادكم الله خلقا وفضلا. أكرمكم الله دكتور. اللهم أمين. تحدثنا في المرة الماضية فضيلة الشيخ محمد في مسألة يعني علم الحديث وأصول علم الحديث والجرح والتعديل، وحضرتك يعني ذكرت في مقدمة عظيمة جميلة فضل هؤلاء العلماء الكبار في بحثهم وبذلهم وتحريهم للصدق وللحق في نقل السنة النبوية المطهرة. في هذه الحلقة يعني نريد أن نبدأ بالحديث عن الجرح والتعديل، لا سيما وأننا يعني فضيلتك ذكرت في المرة الماضية بعض المصطلحات. أنا عن نفسي كنت أود أن يعني أسأل الشيخ محمد ماذا تعني يعني هذه المصطلحات. وعلم مصطلح الحديث بيبقى معروف شوية عندنا إحنا اللي هم عامة الناس. الله يحفظك يا شيخ محمد. إنه يعني يحتاج لتوضيح وبسط أكثر شوية بحيث يكون أكثر وضوحا يعني. إيه معنى الجرح والتعديل؟ وما هي أهمية هذا العلم؟ إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، ثم أما بعد. فهذا الفن أو هذا العلم علم جليل رفيع القدر، إذ إنه أحد عمد هذا الفن والعلم، ألا وهو علم الحديث. قسم الجرح والتعديل أحد أقسامه الرئيسة التي عليها قوامه، إذ إنها عليها قوام هذا الدين. إذ إن هؤلاء الذين يحملون هذا اللواء ويحملون هذا الكلام هم الرواة، والرواة يحتاجون إلى جرح وإلى تعديل. الجرح هو الذم أو القدح، التعديل هو الثناء الجميل أو الذكر الحسن. نعم تمام. فالفن ده فن عظيم جدا، لذا لم يتكلم فيه إلا الواحد بعد الواحد من أرباب الحديث الكبار. يعني مش تلاقي مثلا أن كل الرواة أو كل علماء الحديث تكلموا في هذا الفن، لا، تلاقي الواحد بعد الواحد. معلش، الواحد بعد الواحد دي معناه العدد القليل اللي بيتكلم في الفن. نعم قليل. لذا أنت حضرتك لما تطالع كتب الرجال عامة تجد مثلا المعروف مثلا الذين يتكلمون أو يذبون أو يتكلمون أو يجرحون أو يعدلون قليل. يعني كما قلت لك هتلاقي أسماء معدودة مثلا. نعم. من العلماء النقاد. لذا سماهم العلماء أو أهل الحديث بالنقاد، لأنه ينقد الراوي أو ينقد الرواية. نعم. واضح إزاي؟ هتلاقي زي ما تحك معروف جدا. لذلك الإمام عبد الرحمن يحيى بن سعيد القطان، وأثر ذلك أيضا عن ابن معين لما قيل له: ألا تخشى أن يكون هؤلاء الذين تكلمت فيهم خصماؤك عند الله؟ فقال: لأن يكون هؤلاء خصمائي عند الله أحب إلي من أن يكون خصمي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول لي:
لما لم تذب الكذب عن سنتي صلى الله عليه وسلم. ما هو انت دلوقتي يعني كون الواحد مثلا يقدح في الراوي من الان ده افضل من ان يرد في القيامة ويعلم انه ما ذب الكذب، لا سيما انك تعلم ان هذا الراوي مقدوح فيه او مجروح. طب هذا القدح فضيلة الشيخ محمد، الا يكون من الغيبة التي حرمها الله سبحانه وتعالى ان اذكر شيخا او عالما او كاتبا يروي عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، فإذا قدحت فيه وفي حفظه وفي طريقته ألا أكون بذلك قد اغتبته؟ طيب بادئ ذي بدء، خلينا بس نرجع أدراجا. نعم. أولا الجرح، تعرف الجرح والتعديل. نعم. بالنسبة لإصطلاح المحدثين وهو يعني هم أرباب هذا الفن الآن، المحدثين هو معنى الجرح الطعن في الراوي. نعم. بما يسلب عدالته أو صدقه. واضح إزاي؟ نعم. وهذا الوصف والوسم يختص بالراوي. يختص بالراوي. طب بالنسبة للتعديل، هو ما قام في النفس مقام الثناء. نعم. والتزكية والذكر الحسن. تمام. وعلماء الحديث يقولون أن وصف العدالة في الاصطلاح هو وصف متى التحق بالراوي اعتبر بقوله. اعتبر بقوله. بقوله. نعم. يعني إذا مثلا عدل أهل الحديث راون. نعم. التعديل ده ما هو المبني عليه؟ قبول كلامه. نعم. قبول روايته على الضد من الجرح. إذا جرح العلماء، وطبعا الجرح بخلاف الجرح. الجرح هذا خاص بسنة الرماح. نعم. والسيوفي. مش فقط أسنة الرماح والسيوف، قد يكون بالسكين العادية أو بالموس. صحيح صحيح. أما الجرح فهو خاص باللسان. 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 نعم. في بالسنان واللسان. واضح إزاي؟ كما قال القائل يعني لكل جرح له التئام غير جرح اللسان ليس له التئام. نعم. فالشاهد يعني إن الجرح كما قلنا هو ما كان مبناه على اللفظ أو الكلام أو اللسان. بالنسبة للجرح هذا خاص بالسنان عامة. أي سنان بقى؟ نعم. تمام. وطبعا مبنى العدالة على خمسة أمور. نعم. على الإسلام والبلوغ والعقل والمروءة والاتصاف بالمروءة أو التقوى والمروءة. نعم. يبقى خمس نقاط: الإسلام والبلوغ والعقل. الإسلام، البلوغ، التقوى، والمروءة. التقوى، المروءة. تمام. أنا بكتب ورا فضلتك. الله يحفظك. الله يكرمك. طبعا مسألة التقوى أو هو اجتناب الكبائر وعدم الإصرار على الصغائر. نعم. هو ليه العلماء وضعوا هذه الشروط؟ لأن هذا الراوي سيحمل شرعا. نعم. يحمل دينا، فلازم يتصف بعدة صفات. الإسلام، وهو ما ينفعش يكون كافر. إذ إن الكافرة مخروم العدالة أصلا. مخروم العدالة. مخروم العدالة. نحن مخرومون يا شيخ. يعني في طعن فيه. نعم. وهذا الطعن نافذ. واضح إزاي؟ إذا هذا يستوجب قتل. نعم. فصار مخروما هنا. مخروما. نعم. فهو مخروم العدالة. نعم. لكن العلماء يقولون يجوز للراوي أن يحمل الحديث أثناء كفره، لكن أثناء أدائه ينبغي أن يكون مسلما. بمعنى أثناء الكفر ممكن الراوي يتحمل الرواية، يتحمل. نعم. الكلام، يتحمل. الحديث، كما فعل جبير بن مطعم رضي الله عنه. نعم. كان في صحيح البخاري قال جبير بن مطعم رضي الله عنه: جئت النبي صلى الله عليه وآله وسلم أفاوضه في أسرى بدر. نعم. قال: فوجدته يصلي المغرب بالطور. بصورة الطور. نعم. قال: فلما وصل إلى قول الله تبارك وتعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. نعم. أم خلقوا السماوات والأرض بل لا يوقنون، أم عندهم خزائن ربك أم هم المسيطرون، قال: فكاد قلبي أن يطير. طيب لك أن تتخيل أن جبير بن مطعم كان كافرا. بل كان من الصناديد. نعم. بل أرسلته قريش لكي يفاوض النبي عليه السلام. صلى الله عليه وسلم. هو رجل سياسي، رجل محنك. نعم. يعني رجل بمثابة وزير خارجية. واضح إزاي؟ كان أثناء تحمله لهذه الرواية كافرا.
واضح ازاي؟ لكن اثناء ادائه احنا عرفنا منين ان من السنه مثلا الواحد يصلي سوره المغرب بسوره الطور؟ نعم. عرفناها ازاي؟ رواها بعد ان دخل في الاسلام. أيوه. ادى امتى؟ ما هو احنا عندنا دلوقتي الراوي في حالتين للراوي. نعم. اثناء التحمل اللي هو التلقي اللي هو الاخذ اللي هو التعلم. نعم. والاداء. الاداء اثناء ما يؤدي، اثناء ما يقول. اثناء الاداء لابد وان تكون مسلما هذا. اثناء التلقي. اثناء التلقي. التلقي. لا يشترط الاسلام. لا يشترط الاسلام. نعم. اما اثناء الاداء، اما في حاله الاداء لابد ان يكون مسلما. نعم. حتى وفعل هذا ايضا بحضره الامام ابو الحجاج المزي. الامام ابو الحجاج المزي رحمه الله، صاحب كتاب تهذيب الكمال وصاحب كتاب تحفه الاشرافي. الامام المزي كان امام الدنيا في زمانه في الحديث. يعني كان من الافذاذ الكبار. نعم. ابو الحجاج المزي كان يحضر مجلسه بعض الكفار أن يكونوا على ملة الإسلام. نعم. لذلك نظم العراقي ذلك بقوله، قال وبحضرة المزي تترم فعلا. تترم فعلا، تكرر الموضوع ده. أن كان بيحضر مجلسه بعض الكفار. واضح إزاي؟ لكن سبحان الله برضو ابن تيمية كان في أحد العلماء، سبحان الله، ودع هذه من العجائب. كان هذا الراوي من الصابئة. نعم. لكنه كان جيد القراءة، جيد الكتابة، وكان يحفظ القرآن حفظا جيدا، ولم يكن مسلما. ولم يكن مسلما. سبحان الله، راوضوه على الإسلام فلم يسلم. زي ما قلنا، كان حافظ القرآن، كان عالم، كان جيد الخط، كان بيكتب الكتب. يعني تخيل أنت بيكتب كتب الإسلام، دواوين الإسلام. نعم. ومع ذلك راوضوه وروضوه على الإسلام فلم يسلم، وكان من إيه؟ من الصابئة. نعم. يعني ما كانش مسلم. الشاهد إيه؟ الشاهد إن الشرط الأدائي أن يكون الراوي مسلما، زي ما قلت، لأن المسلم عنده زي ما قلنا من شروط الراوي يكون مسلما بالغا عاقلا ذا تقوة ذا مروءة. دي صفات الراوي، لأن الراوي زي ما قلنا مخروم العدالة، الكافر مخروم العدالة، المسلم رجل تام العدالة، لكن قد يعتريه ما يعتري الناس. ممكن يكون مسلم لكن فاسق. ممكن يكون مسلم لكنه مثلا كذاب. وقد يكون مسلما ولكنه متلبس ببدعة كالرفض أو الخوارج. قد يكون ذلك. ما هو بس احنا في تفصيل مسألة الرفض أو التشيع. بالنسبة للنقاد في الرواة المتقدمين. نعم. الشيعة قديما هم الذين كانوا لا يسبون، لا يقدحون، بس هو عنده ايه؟ ميول فقط، حب لعلي رضي الله عنه زائد شوي. نعم. واضح ازاي؟ وكان يرى مثلا انه هو كان اولى بالخلاف الى غير ذلك. ماشي، لكن هو لا يقدح، لا يطعن، لا يشتم، لا يذم، لا يكذب على الصحابة. هؤلاء بخلاف هؤلاء المجرمين الذين يسبون الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. هؤلاء من سقط المتاع. هؤلاء القوم الرفض دين آخر غير دين الإسلام. خالص. الرافض استلوا هذا الدين وقمشوه من بقايا اليهود ومن النصارى. واضح إزاي؟ هذا هو دينهم. أما القوم فما عندهم دين أصلا، دينهم ممخرق. دينهم ممخرق. لذلك في هناك كتاب جميل رائع جدا يعني، وهو كتاب بذل المجهود في مشابهة الرافضة لليهود. نعم. في صفات كثيرة جدا مشتركة بين الرافضة وبين اليهود. واضح إزاي؟ فالشاهد أن راوي الحديث ينبغي أن تكون فيها هذه الخصال الخمس. نعم. حتى يكون عدلا. إذا يعني اختفت أو إذا مثلا نقص شيء من هذه لا يكون هذا عدل. نعم. لا يكون عدلا. الإسلام، البلوغ، العقل، التقوى. نعم. المروءة. المروءة هذه صفة تحمل الراوي على اجتناب الدناية. نعم. عشان كده العلماء قالوا إيه؟ هو العدل هو المسلم البالغ العاقل السالم من أسباب الفسق وخوارم المروءة.
دروي العدل في تعريف أهل الحديث. نعم. واضح إزاي؟ زي ما قلنا مسألة الـ 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 الإسلام أو الكفر دي زي ما العلماء تكلموا فيها. يعني يكون مسلم أثناء الأداء، لا يشترط أن يكون هذا أثناء التحمل. نعم. تمام؟ طبعا زي ما قلنا أن علم الجرح والتعديل ده خاص بالرواة. ولما لماذا وضعه العلماء؟ استعمله العلماء لكي يعني يجرحوا أو يعدلوا الراوي. زي ما قلنا الراوي ده هو الذي سيحمل الرواية. نعم. والرواية هي الدين. فأنا لن أقبل ديني من أي من كل من هب ودرج. صحيح. مش أي حد كده بيطلع يقول كلام أنا أصدقه. لذلك كان الإمام محمد ابن سيرين رحمة الله عليه يقول إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. دلوقتي لو أن إنسانا منا مثلا عليل مريض. نعم. واضح إزاي؟ بيعمل إيه؟ يروح للطبيب. لا. بيسأل عن أفضل طبيب. صحيح صحيح. أفضل استشاري. أحسن دكتور في التخصص. ليه؟ أصله عايز يهتم بالأبدان. نعم. ببدنه. طب ودينك؟ أنت دينك بتاخده من مين؟ بتاخده من مين دينك؟ ما هو هل هناك شيء أعز من دينك؟ لا لا. طيب انت بقى دينك اي حد بيقول كلام كده انت ماشي وراه خلاص. اذن هذا هو الاولى، ان تبحث في الحقيقه عن الثقات فيه لتدون عنهم وان تكتب عنهم وان تنقل عنهم وان تتعلم عنهم امور الدين. يعني صحيح. نعم. ولذلك زي ما قلت ما ينفعش يا اخواننا الانسان يقمش دينه. لا ياخذ الانسان دينه من كل من هب ودرج، مش من كل ناعق، اي حد يطلع يقول كلام احنا ماشيين كالقطيع وراه. لا، ديننا مبني على التصديق. بمعنى ان الانسان يكون مستوثق من هذا الكلام. مش اي حد بيقول كلام احنا مش وراه. تمام. والعلماء اجمعوا على مساله ان لا يقبل الخبر الا من الراوي العدل. الراوي العدل فقط هو الذي يقبل منه او تقبل منه الروايه. نعم. ليه؟ زي ما قلت لك ده حامل ديني. واضح ازاي؟ يبقى ما ينفعش اي حد بيقول كلام اي حاجه كده وخلاص ماشي عادي. لا، ديننا مبناه على التثبت. التثبت. يبقى دي مساله مهمه جدا جدا جدا. لذلك لا يقبل العلماء الا من مقبولي الشهاده او العداله. اللي زي ما قلنا المساله الانسان المجروح لا يقبل منه شيء. وزي ما قلنا استعمل العلماء مسألة التعديل. نعم. لقبول الرواية. زي ما قلنا قبول الراوي متحتم عليه قبول الرواية. نعم. تمام. لذلك هذه الخاصية أو الخصيصة خاصة بأمة الإسلام صلى الله عليه وسلم. هذا العلم اللي هو علم الحديث لا يوجد عند أمة من الأمم. مفيش أمة من الأمم عندها علم يصون دينها كعلم الحديث. يعني لم يثبت في أي دين من الأديان أن وجد هذا العلم، علم الأسناد أو علم الرجال الذي ينقل الكلام الثابت أو المدون أو المحفوظ. لا، لذلك كان مرجليوث هذا الحاقد الحانق الشانئ على الإسلام يقول ليفخر المسلمون بعلم حديثهم، فإن البشرية لم تتفتق أذهانهم على علم بهذه الدقة. الله. ما فيش أمة من الأمم عندها علم يصونه كعلم الحديث. علم الحديث ده زي ما قلنا علم الحديث ده شامل لعدة علوم، هو اسمه علم الحديث لكن تحت في تفصيلات. عندنا مثلا علم المصطلح ده فن. نعم. بوحده بكل فروعه بقى. عندك علم الجرح والتعديل، عندك فن التخريج، علم العلل، علم المناهج المحدثين إلى غير ذلك. دي كلها أفرع. نعم. وعلم الرجال كذلك. إحنا عندنا فنون تحت كلمة إيه؟ تحت كلمة مصطلح الحديث. وده فرع، فرع انبنى منه أفرع. واضح إزاي؟ نعم. يبقى زي ما قلنا مفيش أمة من الأمم عندها علم بهذه الدقة. واضح إزاي؟ نعم. مسألة بقى يعني علم مثلا الجرح والتعديل أو علم الرجال، هو علم الرجال ده ليه عدة أفرع تحتيه. نعم. علم الجرح والتعديل، تاريخ الروا، مسألة الانقطاع والاتصال مثلا، مسألة الاختلاط إلى غير ذلك. دي كلها أفرع برضو تحت إيه؟ تحت مسمى أو فرع الإيه؟ علم الرجال. نعم.
فاحنا كل فن او كل فرع من افرع علم الحديث، احنا عندنا علم الحديث ده اللي هو الايه الام، نعم، تحته افرع، مع كل فرع ينبني او ينبثق منه افرع اخر. نعم، واضح ازاي؟ حتى كان الامام ابو محمد بن حزم رحمه الله عليه يقول بمساله ان علم الاسناد خصيصه لامه النبي صلى الله عليه وسلم، محمد عليه الصلاه والسلام، قال هو نقل الثقه عن الثقه يبلغ به النبي عليه السلام مع عدم الانقطاع، نعم، الاتصال وعدم الانقطاع، وهذا خص الله عز وجل به أمة محمد صلى الله عليه وسلم. قال وأما مع الإرسال والأعضال فيوجد كثير في اليهود لا يقربون فيه من موسى عليه السلام قربنا من محمد صلى الله عليه وسلم. قال بل يقفون بحيث يكون بينهم وبين موسى عليه السلام أكثر من 30 عصرا. تخيل أكثر من 30 عصر، تمام؟ يعني 300 سنة ولا حاجة. نعم. قال وإنما يبلغون فيه إلى شمعون. شمعون ده واحد طبعاً من بعد قبل 30 عصر دول. تخيل. وكذلك أيضاً يقول بالنسبة للنصارى. قال وأما النصارى فليس عندهم من صفة هذا النقل اللي هو الاتصال يعني أو إلا تحريم الطلاق. قال وأما النقل بالطريقة المشتملة اللي هو الدين كله. نعم. لا، كلهم كذابون ومجهولون، مجهولي العين. نعم، تمام. فدي يعني الحمد لله احنا ديننا دين كامل، دين به صيانة ذاتية. واضح ازاي؟ احنا عندنا الراوي لو غمض عينه كده العلماء يضربون على حديثه. نعم. ليه؟ غير مقبول. ليه؟ اصله كان نائم. ده ايه؟ راوي في سلسلة، يعني انقطعت حلقة واحدة. الحلقة دي عبارة عن ايه؟ عبارة عن راوي اللي هو عبارة عن ايه برضو؟ لو قلنا 5-6-7 سنين يعني بين الراوي وبين 10 سنين بين الراوي وبين شيخه، لا يؤخذ بالحديث في هذه اللحظة، يطرح الحديث برمته بكلياته. لا يقبل مجرد فقط سقوط حلقة واحدة فقط. والسقوط ده ممكن يكون انقطاع، ممكن يكون ارسال، ممكن يكون اعضال. اللي هي حقبة قد ايه؟ 10 سنوات مثلا. 10 سنوات العلماء يضربون بالحديث برمته بكليته، لا يقبلونه ابدا. ليه؟ لانه ليس بمتصل، فقد او فقدت منه حلقه اساسيه اللي هي مساله ايه؟ الاتصال. وهو الاسناد عباره عن سلسله. حتى العلماء لما يعرفون الاسناد يقولون هو سلسله الرجال، عباره عن سلسله، ما في حلقه، في حلقه فقدت انقطعت كده. سلسلة الرجال الموصلة إلى المتن. نعم. طيب أنا عندي السلسلة دي زي ما قلت لحضرتك إيه؟ انقطعت، انفصمت. إيه اللي هيترتب عليه؟ انقطاع في السلسلة دي. وأنا المفروض إن السلسلة تكون كلها متصلة. عشان إيه؟ عشان أحكم بصحة الرواية، لأن كل راوي خلاص سمع من الشيخ بتاعه. واضح إزاي؟ ترتب على ذلك إيه؟ اتصال للإسنادي، صحة لرفع هذا الكلام إلى قائله أيا ما كان هذا القائل. ما هو مسألة اتصال السندي ملهاش علاقة بكلام النبي بس، لا، العلماء يثبتون ذلك في كل قول قيل. أي كلام اتقال، سواء مرفوع، سواء موقوف، سواء مقطوع، سواء كلام لقائله، يشترط في هذا الكلام صحة السند إلى قائله. وأجل ذلك طبعا كله مسألة الرفع، ان كود كلام النبي عليه السلام، ثم كلام اصحابه صلى الله عليه وسلم، ثم كلام التابعين، وهكذا. يبقى ده شرط من الشروط الاساسيه. نعم. التي استعملها علماء الحديث لاتصال الروايه. نعم. او قبول الحديث. واضح ازاي؟ نعم. وطبعا مساله العنايه الامه قديما وحديثا بمساله الاسناد ده امر مهم جدا جدا جدا. اذ ان هذا الامر قديم، يعني الاهتمام بعلم الاسناد الشيخ محمد لم يكن وليد هذه الفتره مثلا، او اهتمام شيخ من شو، وانما كان من عهد الصحابه والتابعين وتابعيهم. صحيح. نعم، صحيح. حتى ابن عباس رضي الله عنه لما ساله بشير بن كعب عن مساله الرواه جرح التعديل، يعني قال انا كنا نحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يكن احدنا يسال. فلما ركب الناس الصعبه والذلول اعملوا ايه بقى؟ توقف. قال تركنا الحديث عنه. نعم.
فينظر إلى أهل السنة فيقبل منهم. أما أهل البدعة أو أهل الضلالة أو أهل الكذب لا يقبل عنهم. ليه؟ أصلاً سمع الحك هذا العلم دين. إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. واضح إزاي؟ وزي ما قلت حتى العلماء قديماً استعملوا ذلك. كان الإمام المبارك عبد الله بن المبارك رحمة الله يقول الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. أي حد عايز يقول حاجة صحيح. يقولها. ليه؟ أصلا ما فيش ضابط ولا ضابط. أي حد بيتكلم خطرت في باله خاطرة يطلع يقولها زي ما احنا بنشوف دلوقتي. لما غفل الناس عن هذا الفن اللي هو علم الجرح والتعديل تلاقي صفحات الفيسبوك أو التواصل عامة الاجتماعي مليئة. ليه؟ هو ما حدش بيحاسب حد. لمن يتحدث في الدين ويخترع في الدين ويؤلف من جيبه في الحقيقة ومن نفسه. صحيح. ما هو زي ما بتحكي. ليه؟ لأن ما فيش أصلا أحد يقوم هذا المقام إنه يعدل أو يجرع. الإسناد من الدين. ده الشيء مش محدث. الإسناد من الدين. ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء. اللي عايز يقول حاجة يطلع يقولها. زي ما تحكي. ليه؟ لأن ما فيش رقيب. ما فيش حد هيحاسبه. ما فيش حد هيقول له أنت بتقول دي بناء على إيه. لذلك قال من شاء ما شاء. وكان أيضا رحمة الله عليه يقول مثل الذي يطلب أمر دينه بلا إسناد كمثل رجل أراد أن يرتقي دون سلم. عايز يطلع الدور الثاني. يطلعه إزاي؟ ما فيش درج. الدرج ده اللي هو إيه؟ الإسناد اللي هو الرجال. وهو دلوقتي كل حقبة من الزمن تمثل درجة. يعني لو قدرنا مثلا ان في درجات سلة تمام، فدي درجة معناها ايه درجة؟ يعني معاها راوي. طيب وده راوي تاني، فانا عايز اطلع هنا هعمل ايه؟ هطلع هنا اشوف الشيخ قال ايه تمام، واطلع تاني واطلع تالت حتى اصل الى النبي عليه الصلاة والسلام. وكلما قلت الوسائط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم كان هذا ادعى للقبول. لو قدرنا مثلا ان انا اريد ان اقترب من هذا المصباح من اللمبه تمام، انا عايز النور يبقى اوضح وابين. اعمل ايه؟ اقرب. يبقى انا كل ما اطلع اقرب شويه من اللمبه او من المصباح صحيح. كان هذا أدعى لانتشار النور. صحيح. فكذلك أنا كلما قلت الوسائط بينك وبين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان هذا أدعى للقبول وأحرى. فمثل الذي يطلب الحديث بلا سلم بلا إسناد يعني كمثل الذي يريد أن يرتقي السطح دون سلم. مستحيل. مستحيل يعني كده هيطلع ازاي هيطلع كيف اصلا كيف سيصل. صحيح بالفعل كده. واضح ازاي؟ اذا هنا يا شيخنا اهتمام بالغ جدا بعلم الاسناد، هل من نماذج يعني تحفيزيه لاهتمام الامه بالاسناد قديما؟ كيف اهتم السلف رضي الله عنهم وارضاهم بعلم الاسناد وعلم الحديث؟ لذا انا اقول هذا الكلام. كان كذلك الامام علي بن المديني لما ساله محمد بن شاذان وهذا أحد السلف الكرام العلماء الأفذاذ قال الإسناد مثل الدرج ومثل المراقي، فإذا زلت قدمك سقط هتقع. والرأي مرج. مرج يعني حاجة كده ما لهاش ضابط. لكن الحديث درج والرأي مرج. الحديث درج زي ما قلت ليه اللي هو الإسناد. مرج يعني إيه؟ زي ما قلت ما فيش ضابط للكلام. ما أحد عنده بينونة أو كلام واضح. كل من شاء أن يقول قولا قاله. ليه؟ كما قلت ليس لها خطم ولا أزمة. وكذلك كان محمد بن سيرين كما قلنا أنفا يقول إن هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم. وكان أيضا ابن سيرين رحمه الله يقول لم يكونوا يسألون عن الإسناد فلما وقعت الفتنة قلنا لهم سموا لنا رجالكم فينظر إلى أهل الحديث أو إلى أهل السنة فيؤخذون وينظر إلى أهل البدعة فيطرح قوله. ليه؟ لأنه زي ما قلنا أتى في الدين أو ابتدع في الدين بدعة ما قالها أحد قبله. واضح إزاي؟ وكذلك كان يقول أدركت بالمدينة 30 رجلا كلهم مأمونون ما يؤخذ عن أحدهم الحديث يقال ليس من أهل. فرق كبير جدا بين أن يكون الرجل مشتغل بالصلاح والزهد
وعلى قوام أو على إصلاح نفسه وذاته، وبين أن يكون الرجل مشتغل بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. لذلك كان أحد العلماء أيضا يقول: أدركت أقواما لو تمن أحدهم على بيت مال لأداه، ولا آمنه على حديث واحد لرسول الله سبحان الله صلى الله عليه وسلم. ليه؟ أصلاً مضحك، اشتغال الإنسان بالزهد والعبادة وإصلاح ذاته ده بيخليه خلاص هو منشغل بقى بين الزهد والتصوف والى غير ذلك. طبعا واضح ازاي؟ طيب بيعمل ايه؟ بيغفل جانب الايه؟ العلم. نعم. طيب اغفال الجانب العلمي يجعله ايه؟ ينسى. فبالتالي لن يستذكر شيئا من محفوظه. نعم. ومع طول وعهد الزمن يعني بيعمل ايه؟ ينسى. لذلك يحتاج الى ايه؟ الى استذكار. نعم. لذا عقد كان علماء الحديث قديما يعقدون مجالس المذاكره. ليه؟ عشان نتذاكر. نذكر بعض. ما شاء الله. وكانت هذه عاده قديمه كما قلت عند علماء الحديث، انهم كانوا يعني يؤازرون بعضا في مسائل الحديث. انت بنتذاكر. إذن كان الأمر منتشر أكثر بكثير مما نحن عليه الآن كمان. هو الآن ما في هناك مذاكرة. وكذلك كان الإمام النووي يقول: مذاكرة حاذق أحب إلي من مذاكرة عام. أنك أنت تذاكر مع حد. واحد. مش مع الشيخ جوجل يعني. لا لا. نعم. واضح زي مذاكرة حاذق واحد فاهم يقصر عليك أوقاتا. نعم. ويقصر عليك أعمارا. لكن أنت مثلا بخلاف برضو كذلك الإنسان لما يجالس عالما يوفر عليك جزءا كبيرا من عمرك. بخلاف من إنسان إيه؟ ماشي في الكتب كده مع نفسه. نعم. أو ماشي مع نفسك كده، معناها إيه؟ أنك أنت مش فاهم. أنت هذا موج متلاطم والأمواج. أنت دلوقتي يعني ده هذا بحر العلم، بحر. نعم. طب أنت داخل إزاي من غير ما تعرف تعوم؟ ستغرق. نعم. لذلك ممكن الإنسان يدخل إلى طلب العلم ويخرج ولم يبل قدميه ويصبح عنده أي شيء من الزهادة في طلب العلم. ليه؟ لأنه ما طلبش العلم جيدا، لم يطلبه على المشايخ والعلماء. نعم. ولذلك العالم يقصر عليك وقتا كبيرا جدا من عمرك ويوفر عليك أوقاتا وأعمارا. نعم. ولو لم يخرج الإنسان من طلب العلم إلا بحسن السمت وجميل الصمت والأدب لكفى. نعم. كما ذكرت آنفا الإمام أحمد كان يحضر مجلسه 100,000 90 ألفا يتعلمون الأدب والسمت. أيوة. من الإمام رحمه. أيوة. الله. نعم. 10,000 يكتبون الحديث. فالإنسان ممكن يحضر مجالس العلم ليس على سبيل الطلب أو على. نعم. سبيل التعلم، إنما على سبيل إيه؟ الخلق والتأدب وال... نعم. هذه واحدة. والثانية تحفه الملائكة. نعم. يعني الإنسان ما خرجش غير دي. ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدرسونه. نعم. في منهم إلا إلى آخر ذلك. واضح إزاي؟ نعم. دي حاجة حلوة قوي. وكما قال أيضا عليه الصلاة والسلام: هم القوم لا يشقى جالسون. نعم. وهذا ما أقوله دائما شيخ محمد لإخوان المشاهدين والمشاهدات الذين يشاهدون مجالس العلم. مجالس العلم ليست قاصرة على طلبة العلم وطالبات العلم فقط، وإنما كل مشاهد كريم يشاهد أهل العلم وهم يتحدثون عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم فهم مأجورون. يعني حتى وإن كان يعني هناك مشقة في بعض الأقسام. نعم. كمصطلح الحديث مثلا. أو في أصول الفقه أو ما شابه. نعم. إلا أنهم يعني يؤجرون بإذن الله عز وجل بسماعهم لكلام الله وكلام رسوله. نعم. صلى الله عليه وسلم. نعم. طبعا لا شك في ذلك. يعني أنا كما ذكرنا أنفا هذا الحديث. نعم. النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون. نعم. حلق الذكر. في عجز في آخر هذا الحديث. الله عز وجل يقول للملائكة: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فتقول. نعم. الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم. إنما جاء لحاجة واحد. يا رب ما كانش قاعد في المجموعة. ما كانش قاعد في الجلسة. ما كانش قاعد في الحلقة. لكن عمل إيه؟ قال: هقعد مع الناس الطيبة دي. واضح إزاي؟ فلكن هذا الإنسان وقت دخوله للمسجد. نعم. لما عز وجل يقول ايه: أشهدكم أني قد غفرت لهم. فلا تقول الملائكة: يا رب فيهم فلان ليس منهم. إنما جاء. نعم. لي حاجة. جاي ينده لأبوه، جاي ينده لأخوه. نعم. جاي ينده لعمه. دخل من المسجد، دخل دورة المية، عامل ايه؟
هو داخل ما كانش في دماغه اصلا القصه دي. نعم ما كانش في قصه في دماغه قصه ايه طلب العلم والطلب وانه يتعلم ولا كانش في دماغه الكلام ده كله. لكن عمل ايه؟ قالها هقعد مع الجماعه دول. فكان وقت دخوله للمسجد او وقت موقوفه مع المجموعه كان وقت نزول الرحمه فشملته الرحمه. سبحان الله. هم القوم لا يشقى لا يشقى بهم جلسوا. نعم. فمن صاحب الصالحين نال من بركتهم. انسان لما جالس اناسا من ذوي الحجه يزدان ويزداد عقله عقلا الى عقله. نعم. كما ان خلائق السفهاء تعدي فان خلائق ذوي الحجه تعدي ايضا. نعم نسال الله ان يرزقنا صاحب الصالحه. شيخ يا رب اللهم شيخ محمد الوقت يداهمنا جدا. نعم. في الحلقه. نعم. لكن كان عندنا سؤال مهم. نعم. وهو الجرح العلماء يجرحون ويعدلون، هل هذه تعتبر غيبه محرمه ام لا؟ لو كان هذا السؤال سيأخذ وقتا طويلا فمن ممكن نرجئه للحلقة القادمة، أم أننا نستطيع أن نجمله في 3 دقائق مثلا؟ 3 دقائق صعب جدا. قليل. نعم. أيوة. نعم. صعب جدا. لكن طيب. أنا لازالت عندي بقية تفضل. فقط في مسألة. نعم. يعني مسألة الإسناد. نعم. كان الإمام عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه يقول بيننا وبين القوم القوائم. قوائم يعني إيه؟ القوائم الإسناد. بمعنى إسناد. معناها الرجال. نعم. هذه ايه القوائم؟ القوائم زي ما قلنا ايه الدرج اللي احنا بنطلع عليه. نعم. واضح ازاي؟ بيننا وبين القوم القوائم. انتوا عايزين تحاسبونا ايتوا لنا بما عندكم من الرجال الذين تحملوا هذا الكلام. نعم. ونحن ناتي برجالنا. واضح ازاي؟ نعم. بيننا وبين القوم القوائم. وكذلك كان الامام ابو عبد الله سفيان الثوري يقول الاسناد سلاح المؤمنين. نعم. فإن لم يكن معه سلاح فبأي شيء يقاتل؟ أنت بأي شيء ستقاتل إن لم يكن معك سلاح؟ السلاح هذا كما قلت هو الذي تحارب به، هو الذي تصل به إلى النبي عليه الصلاة والسلام، مصدر النور عليه. نعم. الصلاة والسلام. وكذلك كان أبو بسطام. نعم. إن شاء الله. كان أبو بسطام شعبة بن الحجاج رحمة الله عليه. أنا ظننت أنك ستتحدث عن أبو بسطام محمد مصطفى. لا لا لا. رضي الله عنه. هذا ليس له ذكر. الله يحفظك محمد. رضي الله عنك. نعم. شيخنا أكرمكم الله. والله إحنا يعني إيه نلتمس البركة في ذكر وسير هؤلاء الأماجد الأماثل يعني. الله يحفظكم دكتور. الله يحفظك. كان شعبة رحمة الله عليه يقول كل كلام. نعم. ليس فيه حدثنا وأخبرنا فهو خل وبقل. كل حديث ليس. نعم. فيه حدثنا وأخبرنا هو خل وبقل. وتسمية أبي بسطام أتت من شعبة. إيه. نعم. شعبة. نعم. ما شاء الله. نعم. أنا أحب شعبة حبا جما. ما شاء الله. إيه. نعم. كان شعبة أول من فتش عن الرجال بالبصرة. ما شاء الله. آه. نعم. نعم. وشعبة هذا سماء. سماء. كان حماد بن زيد رحمة الله عليه إذا حدث عن شعبة لا يسميه. نعم. وإنما يكنيه. ما شاء الله. ويقول حدثنا الضخم عن الضخام شعبة الخير أبو بسطام. ما شاء الله. ما شاء الله. شعبة ونحن رزقنا بأبي بسطام. الله يبارك شيخنا أكرمكم الله. شعبة كان ثوبه كأنه ثوب زيات. بمعنى كان شعبة كان من أهل الزهادة. نعم. لم يكن من أهل الوجاهة كما مثلا الإمام مالك. الإمام مالك كان وجيها. نعم. كان يلبس أحسن الثياب، يتطيب بأجمل الطيب، يلبس ثيابا غالية. ما شاء الله. أما شعبة فكان يقول لأصحابه، أصحابه طبعا الطلبة عنده كانوا فقراء مساكين، فكان يجلس لقضاء حوائجهم. بمعنى. نعم. هم جماعة بسطاء جدا. نعم. جدا ما عندهم قوت اليومي. فكان يجلس حتى يفد إليه ذوي الوجاهة والناس اللي الأثرياء يعني حتى يعودوا على هؤلاء بالمال، فكان يقول لولا هؤلاء. نعم. ما جلست. الله أكبر. أي. نعم. فالعالم أيضا كذلك من بركته أنه يعني قد ينتفع الطالب من شيخه انتفاعا غير مباشر، حتى. نعم. لو ما كانش الانتفاع مباشر بمعنى تلقي العلم. لا، يكون الانتفاع ايضا غير مباشر. نعم. واضح ازاي؟ يعني مثلا كان دايما شيخنا حفظه الله شيخنا اسحاق. نعم. يتكلم عن مسائل ايه كفاله الطلبه او مسائل مثلا ايه حراس الحدود. طيب اذا لم تكن قد انتفعت واستفدت من الشيخ علما مباشرا قد تنتفع به بطريق غير مباشر
انك انت مثلا جاء مثلا بعض الناس فراى فيك نجابه او راى فيك ذكاء مفرطا فقال لك ايه والله طيب انت فرغ نفسك وانا مثلا اكفيك مؤونه شاك مثلا ما شبه ذلك. نعم. كان الحسن ابن صالح وده احد الرواة واحد الزهاد ايضا كان يقول كنا اذا اردنا ان نكتب عن الرجل سالنا عنه حتى يقال لنا هل تريدون أن تزوجوه؟ أنت هتناسبوه؟ من كتر إيه؟ الطلب، من كتر السؤال. أنت عارف طبعاً الواحد مثلاً يكون إيه يريد أن يتقدم لخطبة مثلاً امرأة بيقعد إيه؟ بيقعد يسأل هنا ويسأل عن إيه رأيكم في فلان؟ وإيه رأيكم في فلان؟ طب ماذا تقولون فيه؟ طب هو أخلوه عامل إيه؟ طب تعامله عامل إيه؟ ليه؟ أصلاً يزوجه بنته. نعم. طيب ده هياخد عنه الدين، هياخذ عنه العلم. هذا هو الأعظم. لذا كان الاستيثاق كان أوجب وأكثر. واضح إزاي؟ وكان يحيى بن معين لما سئل عن محمد بن عبد الله الأنصاري ده أحد مشايخ البخاري وغيره لما سئل عنه عن محمد بن عبد الله قال هذا يليق بالقضاء. نعم. الراجل ده ينفع في القضاء والكلام ده كله مسائل الايه القضاء بقى والمثل يكون ينفع يكون ايه قاضي ينفع يكون مثلا النيابة وما شابه ذلك أو ينفع في الشرطة ينفع في الجيش ينفع في كده. نعم. تمام. قيل يا أبا زكريا فالحديث احنا بنسألك عن الحديث واضح زي فقال كلاما جميلا قال للحرب رجال وأقوام تمام خلقوا للحديث للحرب رجال وأقوام خلقوا وللدواوين كتاب وحسام في ناس تنفع هنا نعم وناس تنفع هنا ده ما ينفعش في الحتة دي يقصد كده لكن ومع ذلك محمد بن عبد الله الأنصاري هذا ثقة واضح ازاي لكن الشاهد ايه الشاهد لا في بعض الناس ينفع في الحته الفلانيه وفلان ما ينفعش في الحته الفلانيه. نعم. واضح ازاي لذلك بعض الناس مثلا كما في الحديث يعني والاثر ان من عبادي من لو اغنيته لفسد حاله. نعم. ومنهم من لو افقرته لفسد حاله. سبحان الله. وكل شيء عنده مقدار. نعم. مع التحفظ طبعا في الكلام يعني الحديث القدسي يعني لكن الشاهد معناه صحيح. نعم. الشيخ محمد انا نفسي ما اوقفش حضرتك والله ولا يعني اكمل اكثر من ذلك لكن للاسف نحن تجاوزنا وقت الحلقه فلا لا لا فوق العين والراس فضلت الشيخ فسامحنا ان نتوقف عند هذا الحد باذن الله سبحانه وتعالى. بهذا الحد مشاهدينا الكرام نكون قد وصلنا الى نهايه حلقه اليوم مجلس اليوم. كل شكر والتقدير لضيفنا الكريم فضيله الشيخ محمد مصطفى ابي بسطام. شكر الله لكم شيخنا الحبيب واحسن الله اليكم. شكر الله لكم مشاهدينا الكرام على ان نلقاكم في مجلس جديد باذن الله تبارك وتعالى من مجالس العلم. سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. Thank you.